والله بعد المباراة الأولى حصل في زي ما تقول ضيعنا فرص كثيرة المباراة الأولى، واجتمعنا بعد المباراة قلنا لازم نعوض. الحمد لله بعدها تمرنا يعني بشكل مستمر، لأن فترة انقطعنا على التمارين واستعدينا للمباراة. جميل كابتن، المباراة الجاية يعني كيف حنشاهد فريق شباب العز؟ يعني فريق شباب العز معروف مكة له مستوى ثابت، البطولة هذه مستوى في تقلبات، كيف حتحضر المباراة الجاية؟ إن شاء الله الأفضل حق. أحسن في معسكرات فيه. لا ما في لا معسكر ولا أي شيء، حنا كالعادة نتمرن ونجي كل مباراة مستعدين، هي كلها توفيق من الله.